ورا خمس سنوات الصفرين من جديد ترجع له من جديد يعني هو موجود بال كل واحد استدل دفتر مال الرعاية مالكم لحد خمس سنوات إذا تخصين خمس جرعات بانتظام راح تعطيك مدى الحياة يعني ما دكتور ال هذا العشاء بانتظام إذا بانتظام أكو فرق زيادة ونقصان إيه أكو بس ما يصير إذا أخذت جرعتين ورا خمس سنين يلا تريد تأخذ الوراء هذا راح البنفيت تبين من جديد يعني تعتبر جرعة الصفر أول مرة طبعا بس المنتظم كاتبين هم السجل يمش موجود بعد الجرعة الخامسة يقول لك مدى الحياة بس كون